تعد الذرائع، وهي من أعظم القواعد والأصول في الدين. تسدد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى المحرم، هذه من أعظم الأصول ومن أعظم القواعد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أغلق عليهم الباب وقال: لتركبن سنن من كان قبلكم. يريد من ذلك أن يمنع المسلم من أن يدنو إلى مشابهة الكفار ولو بأقل ما يكون.